هجوم صاروخي جديد تم يوم أمس وطال أربيل مرة أخرى، وقام بهذا الهجوم وقامت بهذا الهجوم في حقيقة الأمر جماعات تعمل خارج إطار الدولة والقانون. وتفاصيل هذا الهجوم الذي تم يوم أمس، هو جاء طبعا بخمسة صواريخ، أربعة من هذه الصواريخ انطلقت من منصاتها بكل نجاح، ولكن صاروخا واحدا هو بقي على المنصة ولم ينطلق نهائيا. بالنسبة إلى هذه الخارطة التي ترونها باللون الأحمر، هي منطقة سيطرة طبعا الحكومة الاتحادية، وباللون الأصفر هي منطقة إقليم كردستان. هذه الصواريخ التي نتحدث عنها هي انطلقت من هذه النقطة التي ترونها أمامكم، والتي تأتي إلى جنوب برطلة بهذا الاتجاه، وهذه النقطة هي في قضاء الحمدانية الذي هو يعتبر طبعا قضاء تابعا إلى محافظة نينوى. وهذا القضاء طبعا وهذه النقطة تحديدا انطلقت منها الصواريخ مستهدفة هذه النقطة التي ترونها أمامكم، والتي هي طبعا متمثلة بمصفات النفط. هذه الصواريخ كيف سقطت؟ هي لم تسقط على المصفات نهائيا، وإنما سقطت بشكل متناثر بشكل عشوائي. سقطت على سبيل المثال صاروخين سقطت بهذه المنطقة، وتحديدا إلى قرب إحدى طبعا الخيم أو المخيمات الموجودة بهذا الاتجاه، وبعد ذلك طبعا سقطت في قضاء آخر وهو قضاء خبات. لم تسقط على القضاء ولكن في منطقة موجودة أو مفتوحة في قضاء خبات صاروخا واحدا هنا، وكان هنالك صاروخا آخرا طبعا بهذا الاتجاه وباتجاه المصفات، ولكن في قرية قريبة من هذه المصفات ألا وهي قرية أغلوان أشرف، سقطت بهذا الاتجاه. وبالتالي لم تسقط، وفي حقيقة الأمر لم تسقط هذه الصواريخ على أي مدينة، وإنما كانت في مناطق مفتوحة بالقرب هذه المدن التي تحدثنا عنها. وكما هو واضح نحن نتحدث عن أربعة صواريخ وصاروخ واحد هو الذي لم يسقط. دعونا نذهب إلى القمر الصناعي لكي نلقي نظرة أفضل على طبيعة هذه المناطق وكيف جاءت هذه الضربات وأين جاءت. هذه هي طبعا أربيل كما ترونها، إلى شمال غربها تأتي هذه المصفات على مسافة تقريبا 20 كيلومترا، مصفاة كبيرة جدا، لو جاءت الضربة كان من الممكن أن تكون كارثة كبيرة. عندما نبتعد بالقمر الصناعي بهذا الاتجاه لكي نتوجه إلى المنطقة التي طبعا تم الاستهداف وإطلاق الصواريخ منها، هنا إذا ما اقتربنا من هذه المنطقة تحديدا فقط لنحدد هذه المنطقة ومن أين انطلقت الصواريخ، سنلاحظ بأننا أمام عدد من القرى. هذه القرية أو هذه المدينة هي طبعا برطلة التي تحدثنا عنها، وهذه قرية مهمة جدا ألا وهي قرية منارة شبك، وهذه القرية الأخرى هي قرية كرملس بهذا الاتجاه. نقطة انطلاق هذه الصواريخ التي نتحدث عنها هي جاءت بين هاتين القريتين بهذا الاتجاه تقريبا، وكانت منطقة الانطلاق بهذه المنطقة طبعا المفتوحة أقرب إلى قرية كرملس بهذا الاتجاه بهذه المنطقة المفتوحة، وبالتالي الصواريخ أخذت هذا الاتجاه الذي ترونه. دعونا الآن نبتعد قليلا لكي نرى ونحسب هذه المسافة لكي نتعرف قليلا على الصاروخ الذي استخدم. عند الابتعاد بالقمر الصناعي لكي نحدد هذه المنطقة التي تحدثنا عنها، فإن المنطقة كما تحدثنا هي تأتي بهذا الاتجاه، وبالنسبة إلى المصفات هي تأتي بهذا الاتجاه. وعلى هذا الأساس فإن الصواريخ عندما انطلقت وإن كانت بشكل عشوائي كما تحدثنا، إلا أن المسافة هي تأتي ب 33 كيلومترا من منطقة الانطلاق إلى المصفات، وهذا يوضح بأننا لسنا أمام كاتيوشا عادية مثل كاتيوشا التي تستخدمها الفصائل المسلحة أو جماعات التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون من النوع 107 ملم، لأنها لا تستطيع أن تقطع كل هذه المسافة. وهذا يوضح بأننا أمام صواريخ جراد هي التي استخدمت، قد تكون هي طبعا الأكثر منطقية في هذا الاستخدام. وهذا الأمر أصبح واضحا من الصاروخ الذي بقي على المنصة. إذا ما ألقينا نظرة على هذا الصاروخ الذي طبعا هو لم ينطلق، واضح جدا بأن من تصميمه من شكله واضح هو من نوعية صواريخ الجراد البي ام 21، ونتحدث هنا عن صاروخ الجراد الذي هو طبعا 122 ملم ويصل مداه إلى 45 كيلومترا، وبالتالي المسافة مناسبة بالنسبة إلى هذا الصاروخ. ليس هذا فحسب، بل إن هذا الصاروخ كونه جراد ومن هذه النوعية التي نتحدث عنها مع المسافة التي ذكرناها، فمن المفترض وهذا الصاروخ من هذه المنطقة هو قادر على ضرب المصفات ضربة كبيرة جدا بالأربعة صواريخ التي انطلقت من دون أي
مشاكل. وبالتالي عندما ننظر إلى هذه الضربات بأنها متناثرة بهذا الشكل في هذه النقاط التي تحدثنا عنها وهذه القرية بهذا الاتجاه وعدم إصابة المصفات، مع العلم هي من ضمن الرينج، من ضمن المدى الذي تعمل إليه، مع وجود هذا الصاروخ على المنصة، قد هذا يعني بأننا أمام رسالة أكثر من ما هي مسألة رغبة بإصابة هذه المصفات بشكل مباشر. ولكن لماذا يريدون استهداف هذه المصفات الموجودة شمالي غرب أربيل، وما الهدف من هذا الموضوع؟ وإن كانت رسالة فلمن هذه الرسالة؟ هذا الأمر أصبح واضحا من مصدر صرح إلى رويترز حول هذه المصفات ولمن تتبع بشكل مباشر، وهذا ما قاله المصدر الذي هو من حكومة إقليم كردستان لرويترز. قال المصفات مملوكة لرجل الأعمال الكردي العراقي باز كريم البرزنشي، الرئيس التنفيذي لشركة طاقة محلية كبرى تسمى مجموعة كار، بل إن هذا الأمر اهتمت به كثيرا وكالة تسنيم الإيرانية بمجرد ما تمت هذه الضربة يوم أمس، وأيضا ذكروا اسم مجموعة كار واسم الشيخ طبعا باز رؤوف كريم البرزنشي الذي ترونه أمامكم، وهذا الرجل هو نفس الرجل الذي يملك هذه الفيلا التي رآها الجميع، الفيلا التي ضربت بالصواريخ البالستية الشهر الماضي من قبل إيران طبعا بتهمة، وكما ادعت إيران بأن هذا المنزل هو إحدى مقرات الموساد الموجودة في إقليم كردستان، وحتى هذه اللحظة ليس هنالك إثباتا على هذه المسألة أبدا، بل إن الهجوم الذي تم على المصفات يوم أمس بهذه الطريقة وكونها عائدة إلى مجموعة كار التي يرأسها طبعا الشيخ باز رؤوف كريم، مع هذا استهداف هذا المنزل، مع حقيقة أن كان هنالك أيضا تقريرا صدر من رويترز الشهر الماضي يتحدث بأن الاجتماعات التي جرت في هذا المنزل قبل الضربة بالصواريخ البالستية كانت متعلقة بقضايا متعلقة بالطاقة، لا قضايا موساد ولا غير ذلك، هذا قد يوضح بأننا أمام استهداف للطاقة واضح وحرب للطاقة وليست قضية متعلقة بموساد إسرائيلي أو غيرها من هذه التفاصيل. وهنالك قد يكون سببا مقنعا لإيران وللجماعات الخاصة بها التي تعمل خارج إطار الدولة والقانون بأن تقوم بهذا الاستهداف. لماذا؟ فإن اليوم الحزب الديمقراطي وتحديدا يوم أمس كان هنالك 15 إلى 20 ديمقراطيا كانوا في اجتماع كبير منددين تماما برغبة الرئيس الأمريكي جو بايدن بعودته إلى الاتفاق النووي وانضموا إلى الحزب الجمهوري في مسألة التنديد بهذه الاتفاقية النووية، وبدأوا يضغطون من خلال الكونغرس الأمريكي على الرئيس الأمريكي جو بايدن بأن عليك يا جو بايدن ألا تعود إلى هذه الاتفاقية النووية، لأنهم يعتقدون ويرون بأن هذه الاتفاقية النووية ستمنح إيران وستساعد إيران للوصول إلى القنبلة النووية بشكل مباشر، وذلك لأنه من ضمن هذه الاتفاقية فإن أجهزة الطرد المركزية ستبقى في إيران، تخصيب اليورانيوم الذي تم بنسبة 60% بل أكثر من 60% وصل إلى مرحلة فنية لا يمكن لوكالة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تنقل هذا اليورانيوم المخصب، بالتالي أدوات الوصول للقنبلة النووية متوفرة بيد إيران، بالإضافة إلى أن الديمقراطيين تحدثوا من خلال هذا الاجتماع المهم الذي تم يوم أمس بأن هذه الاتفاقية ستوفر الأموال للفصائل المسلحة الموجودة في العراق وفي سوريا وفي المنطقة، بل إنهم تحدثوا كديمقراطيين بأن الحرس الثوري الإيراني سيصل إلى أبعد من ذلك، سيصل إلى أفريقيا، سيصل إلى فنزويلا، سيصل إلى العالم بأكمله. على هذا الأساس هذا الأمر خطر للغاية ويجب على بايدن ألا يتحرك بهذا الاتجاه، ولكن هنالك حقيقة واقعية بأن لا الحزب الديمقراطي ولا الجمهوري قادرين على فعل شيء في الضغط على الرئيس الأمريكي جو بايدن أو مثلا المطالبة بمراجعة هذه الاتفاقية النووية في الكونغرس الأمريكي. لماذا؟ لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن هو يعمل على أساس استمرارية الاتفاقية التي وقعت في عام 2015، هو لا يوقع اتفاقا جديدا، هذا اتفاق قديم انسحبت منه الولايات المتحدة الأمريكية، لذلك أنا أريد أن أستمر في هذه الاتفاقية، ولا يحق لكم في الكونغرس الأمريكي ويا نواب الكونغرس الأمريكي أن تراجعوني في هذه القضية. على هذا الأساس لدي المقدرة في العودة إلى هذه الاتفاقية بكل تأكيد، وإيران
تعرف هذه اللعبة تماما. لماذا؟ لأن الاتفاق النووي اليوم ممكن جدا أن يفشل، وهذا السيناريو موجود. وإذا ما فشل هذا الاتفاق النووي، معنى ذلك ضغط عالي جدا على إيران، والمنفذ الوحيد وواحدة من المنافذ المهمة التي اعتمدت عليها إيران في عملية التنفيس عن نفسها من الضغط الأمريكي الذي ابتدأ من عام 2018 من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، هي كانت عبر العراق. كانوا يصدرون ويجعلون العراق معتمدا على الغاز القادم إلى العراق من أجل توريد الطاقة الكهربائية. لذلك لا مصلحة لهم بأن يكون العراق مستقرا في مسائل الطاقة، وأن يصدر الطاقة إلى تركيا أو إقليم كردستان، يصدر إلى الحكومة الاتحادية ويصل إلى هذه المنطقة. يجب عدم السماح للعراق بالوصول إلى استقرار الطاقة. وحتى أن تمت العودة إلى الاتفاقية النووية، فبالنسبة إلى إيران هم يعلمون تماما أن في عام 2025 ستكون القيود وسترفع العديد من القيود المتعلقة باليورانيوم، وبالتالي الأمور ستتغير. وقد يكون في عام 2024 هنالك تغيير لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية، لأن الرئيس الأمريكي جو بايدن ليس هنالك ضمانات بأنه سيفوز في الانتخابات القادمة ويكسبون معه 4 سنوات قادمة بعد عام 2024. على هذا الأساس هنالك تهديدات كثيرة لهذه الاتفاقية النووية، وبالتالي لا بد من تحريك عناصرها وأذرعها لضرب الطاقة بشكل مباشر في العراق وإبقائه بهذا الشكل من أجل إبقاء هذا المتنفس والمنفذ المهم بالنسبة إليهم، وذلك خاصة في الفترة الحالية التي نتحدث عنها. خاصة إذا ما ذهبنا إلى The Trading Economics سنلاحظ بأن إيران بهذا الشكل لا زالت تعاني بحسب الحسابات طبعا المذكورة في The Trading Economics، لا زال النمو الاقتصادي يصل إلى سالب 5.5، والأخطر من النمو الاقتصادي هنا هي عملية التضخم الموجودة في إيران تصل إلى 34.7%، كما تلاحظون اللون الأحمر فاقع جدا بالنسبة للتريدينج إيكونوميكس، وذلك لأن هذا التضخم عالي جدا. ولكن التضخم في نفس الوقت إذا ما ذهبنا إلى هذا الجدول الذي ترونه أمامكم، ستلاحظون منذ أبريل عام 2021 كان التضخم يصل تقريبا إلى 50%، عالي للغاية، ولكن في الفترة الأخيرة نجحوا إلى الوصول إلى هذه النقطة. بعد يناير 2022 وصلوا إلى 34.7%، وبالتالي يريدون تخفيف الضغط الذي يتعرضون إليه بالداخل. وكيف يتم هذا؟ يجب أن يتبعوا السياسات التي تحدثنا عنها، إبقاء العراق على مستوى الطاقة بهذا الاتجاه، استمرار عملية الضغط والبحث عن اتفاقيات وغيرها.